علشان نفهم اللوكيميا يفضل عشان نفهم اللوكيميا يفضل ان احنا نفهم الحته دي بتاعه الكلينيكال باثولوجي دي. ومتهيألي طبعا ان الجزء قدامكم دي مش هتشوفها في اي حته تاني غير هنا، لكن حتى في البطنه ممكن يدوكوا عنها نبذة خفيفة كده في آخر السنة، فيفضل إنك أنت إيه ترسمها كده في ورقة فاضية عندك، لأن دي هتحل لك كل مشاكلك مع اللوكيميا تماما. إحنا خدنا المشاكل قبل كده بتاعة الميجا بتاعة السيلز في صورة الأنيميا، ده كان تلت الهيماتولوجي. ثم بعد كده خدنا المشاكل بتاعة الميجا كاريوستيك سيلز في البليتي ديس أوردر وفي البيربورا. هنتكلم إن شاء الله المفروض النهاردة على المشاكل بتاعة المايلويد سيلز، وهيبقى الأساس بتاعنا والحديث عن اللوكيميا. المايلويد سيلز يا جماعه لها القدره اللي موجوده في البومر، ولها القدره انها تو ديفايد علشان تديك ميني سيلز اوف وايت بلاد سيلز، يعني تديك خلايا كتيره وغريبه. عشان كده التسميه بتاعتها بيسموها كولوني فورمينج يونت مايلويد او بلوري بوتنت سيلز، هي خلايا متعدده التوجهات تستطيع انها تدي في الاخر خلايا مختلفه زي ما هنشوف دلوقتي. المايلويد سيلز بتنقسم الى مجموعتين كبار انسايد ذا بومر، مجموعه هتدينا حاجه اسمها جرانيولوسايت، خلايا فيها جرانيول، والخلايا اللي فيها جرانيولز دي في منها البوليمورف نيوكليار. البوليمورف نيوكليار دي الكوسايت ودي لوحدها بتشكل 60% من الوايت بلاد سيلز اللي طالعه من البون مارو. والرينج بتاع 60% ده فاريبل اكوردنج تو ايدج، لكن تقريبا في لو خدنا المتوسط في الاعمار كلها تقريبا ناتج البون مارو من الوايت بلاد سيلز بيبقى عباره عن بوليمورف نيوكليار ليكوسايت، او بنسميها نيوترو تيلز، او بنسميها مايكروفيج، مش ماكروفيج، مايكروفيج. جزء صغير جدا بيطلع جرانيولوسايت اسمه ايزينوفيل، وجزء ضعيف جدا اسمه فيزوفيل. على الناحيه الثانيه الليمفويد تيشو بيديك دراعين كبار. الدراع الاولاني بيدينا حاجه اسمها مايلوبلاست. المايلوبلاست دي بتدي حاجه اسمها برو مايلو سايت، والبرو مايلو سايت بتدي مايلو مونو سايت، والمونو سايت دي في الاخر بتدي مونو سايت اللي بتطلع بعد كده من البون مارو وتسرح في الدم وتاكت از ماكروفيجس. الماكروفيجس الشهيره اللي سارحه في الدم اسمها مونو سايت. المونو سايت دي جزء منها هيتسيتل في اورجان يتسمى باسم غريب تاني، لو اتحطت مثلا في السكين يسموها هيستيوسايت، لو اتحطت في الليفر يسموها بون كفر سيل، لو اتحطت في البون يسموها اوستيوكلاس، لو اتحطت في اللنج يسموها داست سيل. ماشي يا جماعه؟ كل الخلايا دي دريفاتيف من مين؟ من المونوسايت اللي موجوده فين؟ في البلاز. دول كلهم على بعضهم بيسموهم ايه يا جماعه؟ دول كلهم على بعضهم بيسموهم ماكروفيجز. ماكروفيجز اصلهم كان مايلو بلاست اتحولت الى برو مايلو سايت، والبرو مايلو سايت اديتنا مايلو مونو سايت، والمايلو مونو سايت ادتنا في الاخر المونو سايت الشهيره بالماكرو فيجز. ماشي؟ نبص على الناحيه الثانيه. الليمفويد تيشو يديك كمان ليمفو بلاست. يدي ليمفو، عندنا ليمفو بلاست. الليمفو بلاست الشهيره الاشهر هما مجموعتين كبار، مجموعه تدي في الاخر التي ليمفوسايت، ومجموعه تدي في الاخر البي ليمفوسايت. في البدايه التي ليمفوسايت اصلها كانت حاجه اسمها تي ليمفوبلاست، تحولت التي ليمفوبلاست الى التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت دي تطورت انسايد ذا بون مارو، لكن محتاجه فيرذر ماتوريشن. بتطلع التي ليمفوسايت من البون مارو تستناها ترافل في الجسم لحد ما تتسيتل في الصايمس، ومن هنا جهت حتى اسم التي. ليه سموها تي؟ ها، نسبه الى الصايمس اللي هي بتفيرذر بيحصلها فيرذر ماتوريشن انسايد ذا صايمس وفيرذر اكتيفيشن انسايد ذا سايت. التي ليمفوسايت هتبقى مسؤوله عن السيل ميديتد اميونيتي. على الناحيه الثانيه قبل ما بنكون البي ليمفوسايت في سكك كتيره قوي قبلها. عندنا الايرلي بري بي ليمفوبلاست، ثم تؤدي الى البري بي ليمفوبلاست، ثم البري بي تدينا البي ليمفوبلاست، والبي ليمفوبلاست تتحول الى البي ليمفوسايت انسايد ذا بون مارو. بعد كده تطلع البي ليمفوسايت من البون مارو عشان تعمل فيرذر ماتوريشن
في الليمفويد تيشو اللي موجود في البطن، والبي هو نسبه لحاجه اسمها بيرسا اوف فابريكاس موجوده في الطيور. طبعا احنا ما عندناش بيرسا اوف فابريكاس، لكن عندنا الليمفويد تيشو كتير في البطن من النيمف نود، والليمفويد تيشو موجود في الكولون والابندكس والترمينال اليوم في الباي باتشز وخلافه. هنا بتفرزر بيحصل لها فرزر ماتوريشن في الليمفويد تيشو انسايد ذا ابدومين. الكلام ده في منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه. التسلسل اللي قدام حضرتك ده مهم جدا. لما نيجي نقارن ما بين الليمفوبلاستس دي وما بين الميلوبلاستس اللي موجوده في البون مارو، بنعمل حاجه اسمها سايتو كيميكال اناليسيس. سايتو كيميكال اناليسيس بنجيب الخليه دي والخليه دي وندرسها تحت الميكروسكوب ونعمل عليها شويه اختبارات. ما حدش يكتب بقى، لان الكلام ده عندك في الكتاب في مكانه، ما تكتبش الكلام اللي انا اقوله ده. بنعمل تستين على الليمفوبلاستس وعلى الميلوبلاستس. التست الاولاني اسمه بريودك اسيد شيفت، ده تست بتكتشف فيه الجلايكوجين اللي موجود جوه الخليه. لما تيجي تعمله على الليمفوبلاستس هيديك بوزيتيف تيست في صوره كلامبس كلاكيع، فيقول لك ان البريودك اسيد شيفت بوزيتيف ان كلامبس. محدش يكتب ومحدش يبص في اي حته، خليك معايا. لما تيجي تعمل التست ده على الميلوبلاستس هيديك ديفيوز رياكشن، يديك نقط كده ايه، نقط كتيره 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 جوه الايه الخليه، فيقول لك ان الرياكشن هنا ديفيوز، لكن الرياكشن هنا بيديك ان كلامبس. التست رقم اثنين اللي بيفرق ما بين الخليتين الاثنين دول كمان هو الـ بندور على الجرانيولز اللي موجوده جوه الخليه. بيروكسيديز بوزيتيف جرانيولز، بنلاقي الجرانيولز دي موجوده في الميلوبلاستس لكن مش موجوده فين؟ مش موجوده في الليمفوبلاستس. يبقى بمنتهى السهوله لو خدت عين البون مارو استطيع التفرقه ما بين الميلوبلاستس وما بين الليمفوبلاستس عن طريق الايه؟ البريوديك اسيد شيف وعن طريق البيروكسيديز بوزيتيف جرانيولز. ماشي؟ وكل حاجه من الحاجات دي هتيجي في مكانها بعد شويه. لو جينا نمسك الليمفوبلاستس لوحدها على حده كده، نورمالي الليمفوبلاستس انسايد ذا بون مارو لا يتجاوز عددها 5% من الخلايا الكتيره اللي موجوده في البون مارو. البون مارو مليان من البيبوليشنز، البيبوليشنز بتاعت المايلويد سيلز الكتيره اللي احنا شايفينها، والبيبوليشن بتاعت الاريثرويد سيلز، والبيبوليشن بتاعت الميجا كاروسايت سيلز. نسبه المايلوبلاست الليمفوبلاستس بالنسبه للمايلويد سيلز اللي موجوده انسايد ذا بون مارو لا تتجاوز ال 5%. ماشي؟ وممنوع منعا باتا ان اي ليمفوبلاست تطلع بره البون مارو. ممنوع، ما ينفعش تطلع بره البون مارو، مكانها في البون مارو، عددها في البون مارو اقل من 5%. ماشي؟ في ميس اندرستاندنج عند بعض الناس. ناس تقول لك لما يسمعوا كلمه بلاست سيلز موجوده في البون مارو يتخض ويقول لك ده عباره عن مالجنس ولوكيميا و و و، اقول له لا استنى. الليمفوبلاستس والمايلوبلاستس او اي بلاست موجوده جوه البون مارو قدام حضرتك لو راعت ثلاث حاجات يبقى معنى كده انها مش مالجنس. لو كان البروليفريشن بتاعت الخلايا كنترولد بروليفريشن في تناسق في ايه؟ في البروليفريشن، ما ينفعش خليه من الخلايا دي تطلع في دماغها انها تتكسر بعدد خرافي، لا لازم يكون في نسبه وتناسب ما بين الخلايا وما بين بعضها. معايا؟ في كنترولد بروليفريشن، في اندر كنترول، العمليه مش سبهلله. رقم اثنين، لو كان كل خليه من الخلايا دي بتعمل بروليفريشن بتتطور تطور طبيعي، بتدي الخلايا اللي بعدها والخلايا اللي بعدها والخلايا اللي بعدها. ولو كان هذا النظام اللي بيحصل انسايد انورمالي اورجانيزد بون مارو يبقى الخليه دي نورمال. مفيش فيها مالجنس. اي لخبطه في اي حاجه من الثلاثه دول يبقى الخليه دي تحولت الى خليه مالجنس. ايه رايكم في خليه ان كنترولد في البروليفريشن بتاعها؟ فده من صفات المالجنسي. خليه ما بيحصلهاش نورمال ماتوريشن، خليه ديس ماتيور بتتطور لكن بتتحول في الاخر الى خليه ديس ماتيور. ما هو ده البريكيرسر بتاع المالجنسي، ان الخليه ما تبقاش فانكشنالي جود نوت دوينج ويل، او ان الخلايا دي لما تيجي تتطور ولما تيجي تحصل لها بروليفريشن تكتر بشكل جامد جدا وتبدا تنفيد المرور اللي حواليها، تبدا تبوظ الاركتكتشر وتبوظ النظام اللي جوه البون مارو، يبقى كده الخليه تحولت الى مالجنت سيل. لكن احنا بنقول ان الخلايا اللي قدام حضرتك دي كلها عددها الليمفوبلاست اقل من 5% نيفر ديتكتد في البون مارو وذ نون مالجنت فيتشرز. بمعنى ايه نون مالجنت فيتشرز؟ انها كنترولد بروليفريشن نورمال ماتوريشن النورمال اورجانيزد بون مارو. يبقى معنى كده ان الدنيا ماشيه بحكمه وبنظام. كل خليه من الخلايا اللي قدام حضرتك دي يسموها كلون. كلون كلون يعني طائفه او شله. الليمفوبلاستس تي ليمفوبلاستس دي عامله كلون، الليمفوسايتس عامله كلون، البري بي كلون، ودي كلون، ودي كلون، ودي كلون، كل الحاجات دي عامله كلون. لازم الكلونز دي يا جماعه عشان تبقى الدنيا ماشيه بنظام لازم يتميز فيها الثلاث صفات الرئيسيين اللي بنقولهم كنترولد بروفريشن
نورمال ماتوريشن ان نورمالي اورجانيزد بون مارو. ماشي، يبقى معنى كده ان الكولونز دي لا تحتوي على اي مالجننت، ايه لا تحتوي على اي مالجننت تندنسي او مالجننت فيتشرز. ماشي كده ولا مش ماشي؟ طيب هل انت تستطيع انك انت لما خدت عين البون مارو تقدر تفرق ما بين الخلايا دي وما بين بعضها؟ انت جاي بتقول لي الليمفو بلاست شكلها كذا والمايلو بلاست شكلها كذا، طب ما المايلو بلاست دي ما هي بتدي كذا نوع بعد كده، تقدر تفرق؟ الليمفو بلاست ما بتدي التي وبتدي الايرلي بريبي وكذا وكذا وكذا، تقدر تفرق ما بين الحاجات دي وما بين بعضها؟ في الوقت الحالي يا جماعه بنقدر نفرق عن طريق جهاز اسمه فلو سايتومتري، او جهاز او طريقه اسمها اميونو فينوتايبنج. الجهاز ده موجود في كل الجامعات وفي كل الاماكن على مستوى العالم التي تستطيع التعامل مع المالجننت ديزيزز بتاعت الهيماتولوجي. يعني ما ينفعش يبقى في سنتر بيتعامل مع اللوكيميا وما عندوش الجهاز ده. احنا عندنا في الزقازيق عندنا الجهاز ده موجود، هو جهاز يستطيع التفرقه ما بين الخلايا وما بين بعضها. بيعتمد على ايه بقى؟ بقول لحضرتك ان كل مرحله من المراحل التطوريه بتاعت الخلايا دي او كل شكل من الاشكال الخلايا دي، الخلايا بتكتسب ماركرز على سطحها وماركرز جواها. ماركرز على سطحها بنسميها سي دي، وكل خليه بقى لها ارقام معينه وشد اشكال معينه، سي دي 3 سي دي 4 سي دي 20 سي دي مش عارف 19 سي دي كذا، ومالكش دعوه بالارقام دي مش عليك، لكن كل خليه من الخلايا دي لها شكل معين نقدر نكتشفه من خلال جهاز الفلو سايتومتري. بنجيب عين الدم او عين البون مارو نرميها في الجهاز، الجهاز فيه كاميرا صغنططه خالص عن طريق حاجه اسمها مونوكلونال انتي بوديز، يستطيع ان هو يتعرف على كل خليه ويقسمهم ويقول لك العينه اللي انت مديها لي 20% خلايا تي ليمفو بلس و20 و10% خلايا مش عارف ايرلي بري بي و5% يقدر يعمل كوانتيتيشن كويس جدا للخلايا دي عن طريق الماركرز بتاعت الخلايا. مفيش خليه يا جماعه في جسم حضرتك مفيش فيها ماركر، حتى خليه السكن فيها ماركر، تسمعوا عن حاجه اسمها الاتش ال اي سيستم والكلام ده، ما هي دي ماركرز برضه. هنا في ماركرز بنسميها سي دي ماركرز اللي هي كلاستر اوف ديفرنشيشن ماركرز. الكلام ده يمكن ايه ما تحطوش في دماغك قوي، لكن اعرف ان الخلايا دي انا استطعت التفرقه ما بينها وما بين بعضها عن طريق الماركرز. ماشي خلاص كده. تعالوا بقى ندخل في موضوع اللوكيميا. اللوكيميا في منها بقى ايه؟ مش فاهم. احذر خد بالك البوليمورف نيوكلير لوحدها كام في المية؟ ها؟ 60. وعندك حاجات تانية اهو، وعندك حاجات تانية اهي واهي 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 من الهوايت بلاس سيل. ما انت ما تقدرش تقارن نسبة الليمفو بلاس بالسوايت سيل من الهوايت بلاس سيل. انا قلت لك انتاج البول مارو الاساسي من الهوايت بلاس سيلز اهو. انت دي لوحدها كل اللي جاي ده بقى دي دول ودي 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 والسب كاتيجوريز دي والسب كاتيجوريز الباقيه هنا بشكل 40% الباقيه. واخد بال ساعتك؟ بعدين في نقطه ثانيه انا بتكلم على ليمفو بلاس. طيب ما انت لسه في الليمفو سايت، لسه في الحاجات اللي تحت والبي ليمفو سايت. ماشي؟ ده كلام اساسي جدا علشان هنستفيده في اللوكيميا. اللوكيميا فيه تعريفين، في تعريف فاسخونيوم وفي تعريف ريسنت ومحترم. التعريف الفاسخونيوم واخدين بال حضراتكم عشان احنا على الهوا اللي هو تحت ده جروب اوف مالجننت ديزيزز اوف ذا بلاد كاركترايزد باي ان كنترولد بروليفريشن اوف وايت بلاد سيلز ويز اور وذاوت ريليس فروم ذا بون مارو. يعني بقول لك ان مالجننت ديز اوردر حصل في الوايت بلاد سيلز وعمل حصل ان كنترولد بروليفريشن، الموضوع ما بقاش ان كنترولد بقى ان كنترولد ان مالجننسي ويز اور وذاوت ريليس فروم ذا بون مارو. تعريف يعني قديم قوي. التعريف ده فيه عليه كلام كتير جدا طبعا. ليه؟ لان اكتشفوا يا جماعه ان اي سيل انسايد ذا بون مارو تستطيع انها تعمل لوكيميا، ايفن الاريثرويد سيلز والميجا كاريوستيك سيلز ممكن تعمل لوكيميا. يعني اللوكيميا هو مش سرطان كرات الدم البيضاء بس، ده انت هتشوفوا دلوقتي فعلا ان ممكن الاريثرويد سيلز تتجنن وتتهبل وتعمل لوكيميا، وممكن الميجا كاريوسايت تتجنن وتهبل وتعمل لوكيميا، هتشوفوها دلوقتي وعندكم حتى ايفن كمان في البطنه. فالتعريف الجديد بقى هو اللي قدام حضرتك اللي فوق ده. جروب اوف مالجننت ديزيز اوف هيماتوبويتيك سيلز انسايد ذا بون مارو. انا ما قلتش هي وايت بلاد سيلز ولا اريثرويد ولا ميجا كاريوسايت، هيماتوبويتيك سيلز في البون مارو رقم واحد. رقم اثنين جيفنج رايز ان كنترولد كلونال بروليفريشن. هنبدا نضرب الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول، ان كنترولد كلونال بروليفريشن، كلونز معينه هيحصل لها ان كنترولد بروليفريشن ويز الريست اوف ماتيوريشن ات سيرتن ستيج. ما هو لما يحصل مالجننت مثلا في الايرلي بري بي هنا حصل مالجننت،
هل هتتطور بقى وتديك النورمال سيلف الاخر؟ لا، الريست اوف ماتيوريشن، خلايا انهبلت هنا فخلاص يحصل عندها الريست. ويز ايه بقى؟ يحصل ايه في البون مارو؟ ويز سبسيكونت مارو فيلير. يبقى انت ضربت الثلاث حاجات دول يا دكتور، ده اشيك تعريف للوكيميا. ماشي، جروف اوف مالجنت وهيماتوبوتيك سيل في الايه، في البون مارو، ادى الى ايه؟ جيفنج ان انكنترولد كولونال بروفيشن اوف سيلز ويز الريست اوف ماتيوريشن ات سيرتن ستيج ويز سبسيكونت بون مارو فيلير. سواء بقى هيطلع من بره البون مارو وتبدا تنفيد الجسم، او هتتنها جوه البون مارو، مفيش مشكله. ريسك فاكتورز بتاع اللوكيميا ده كان جه مره سؤال قبل كده في امتحان، لكن احنا اختصرناه جدا لان طبعا مش وارد في الكتب الجديده. جينيتك بريدسبوزيشن، كروموزومال ديس اوردر زي الداون، كروموزومال بريكج يمكن اتكلمنا عن الفانكوني والبلوم كنا مليناهم الاربعه قبل كده، اميون ديفيشنسي ديس اوردر. هنا بيقول لك ايه؟ اذا كان الجسم في الاميون ديفيشنسي مش قادر يتعرف على الفورين ماتيريالز والانفيدرز اللي جايه له، من باب اولى احنا عندنا كلنا تندنسي تو مالجنانت تندنسي، في خلايا فورين بتطلع كل شويه، لكن الاميون سيستم بيعمل لها تشيكنج وبيكسرها، لما يبقى العين الاميون ديفيشنت ما بيقدرش يكتشف المالجنانت تندنسي ده، وبالتالي اي مالجنانت ممكن يفلير في اي وقت. قاعده يا جماعه، معظم حالات الاميون ديفيشنسي اسوشيتد ويز مالجنانسي، معظمها بيبقى معاها مالجنانسي في الاخر. ايونايزنج راديشن سواء كانت دايجنوستيك او ثيرابيوتيك، بعض الكيميكال زي البنزين والبيستسايد والالكايليتنج ايجنتس، الالكايليتنج ايجنتس الشهيره حاجه اسمها سايكلوفوسفاميد، ادويه كثيره كلها سايتوتوكسيك، لكن الشهير منها السايكلوفوسفاميد او الاندوكسان، ده مشهور ان هو ممكن يعمل مالجنسي. ثم الفيرال انفكشنز اي جي الايبشتاين بار فيروس ممكن يعمل المشكله دي. الكلاسيفيكيشن بتاع اللوكيميا منتهى البساطه، في عندنا حاجه اسمها اكيوت لوكيميا وحاجه اسمها كرونيك لوكيميا. بقول لحضرتك لو المالجنانسي اللي حصل قدام سعادتك هنا حصل من بلاست سيل، كلمة بتنتهي بحيث كلمة بلاست، سواء كانت لينفو بلاست أو مايلو بلاست، في آخرها كلمة بلاست، يعني المذر سيل أوف مالجنانسي مالج خلية إماتيور بنسميها أكيوت لوكيميا. ولو المالجنانسي حصل من خلية بتنتهي بكلمة سايت بنسميها كرونيك لوكيميا. التسمية دي سموها على أساس إيه؟ زمان في البري كيموثيرابي ايرا، في مرحله ما قبل الكيموثيرابي، كان المالجنس اللي بيطلع من بلاست سيل فيري اجريسيف، والعيان ما بيقعدش كتير، بيموت بسرعه، فسموها اكيوت لوكيميا. وكان الطفل اللي بيجي له مالجنس من سايد سيل، يعني خلايا مور اند مور ماتيور شويه، كان بيعيش فتره من الزمن، المالجنس كان بيطول معاه شويه وبيعيش شويه، فكان يسموه كرونيك لوكيميا. بعد اكتشاف الكيموثيرابي الميزان اتقلب، لقوا ان البلاست اللوكيميا اللي بتيجي من بلاست سيل هايلي ريسبونسيف للثيرابي وبيعيش اطول، والمالجننس اللي بيطلع من سايد سيل لا يستجيب بشكل جيد للكيمو ثيرابي فبيعيش فتره اقل، لكن ستيل التسميه كانتها لازقه. يبقى يوم احسن الاكيوت لوكيميا ولا الكرونيك لوكيميا؟ الاكيوت، رغم ان الاسم ميس نومر، يعني الاسم خادع، لكن خد بالك ان التسميه دي يا دكتور عشان لو حد سالك قول له يا دكتور اصل التسميه دي ان ذا بري كيمو ثيرابي ايرا، في مرحله ما قبل الكيمو ثيرابي. ماشي، اشهر كميه اشهر اكيوت لوكيميا هنتكلم عنها هي الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اللي طالعه من الليمفوبلاستس دي يا دكتور، اللي طالعه من الليمفوبلاستس دي، واخدين بال حضراتكم؟ وعلى فكره لما بقول اقل من 5% بتكلم على الليمفوبلاستس، ما اتكلمتش حتى على المايلوبلاست يا دكتور هشام، واخد بالك؟ لان يعني لما بتكلم اتكلمت على الجزئيه دي بس، ما اتكلمتش حتى على المايلوبلاستس الناحيه الثانيه. الاكيوت لوكيميا هي هتيجي من الليمفوبلاستس او من المايلوبلاست، الاشهر في الاطفال هي اللوكيميا اللي جايه من الليمفوبلاست، فبنسميها اكوت ليمفوبلاستيك لوكيميا او التسميه الشهيره ALL. المايلوبلاستس بتشكل نسبه قليله من الاكوت لوكيميا، واحيانا نسميها اكوت مايلويد لوكيميا او نسميها اكوت نون ليمفوبلاستيك لوكيميا. اكوت نون ليمفوبلاستيك لوكيميا. الكرونيك لوكيميا مش عليكم في الاطفال. ALL اكوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. البيك ايج من سنتين لخمس سنين، سن اكثر في الولاد عن البنات. قالوا لك طب احنا عايزين نقسم اللوكيميا، طبعا الليمفوبلاستات كتيره، واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني على الاقل اربعه ليمفوبلاستس قدام حضرتك اهم. عايزين نقسم اللوكيميات عشان نعرف البروجنوزس وعشان نعرف العلاج، يعني انهي واحده هتستجيب لانهي علاج ونختار انهي علاج في الاول. اجتمع فرنسا وامريكا وانجلترا المعاهد المختصه بالقصه دي وعملوا حاجه اسمها فاب كلاسيفيكيشن، فرنش امريكان بريتش كلاسيفيكيشن، وزي ما انتم عارفين ان فرنسا اقوى مكان في العالم في المالجنسي، لازم اي حد مشهور عنده مالجنسي بيروح على فين؟
دلوقتي بيروحوا امريكا، بس قبل كده كانوا بيروحوا فرنسا، حتى معظم الفنانين بيروحوا يعني احمد زكي نفسه كان في فرنسا، اي حد عنده مالجنسي بيروح مع جوستاف روسي في باريس في فرنسا. المهم قسموا اللوكيميا الى ثلاث انواع على حسب المورفولوجي شكل الخليه، L1 L2 L3. L1 85%، L2 14%، L3 اقل من 1% اعتمادا على شكل الخليه. يعني الخليه اللي موجوده لو كانت صغيره وسيتوبلازم صغير يقول لك ده غالبا البروجنوز هيبقى كويس، مطمن الاهل. لو كانت الخليه كبيره شويه والسيتوبلازم كتير شويه والنيوكليس بروميننت نيوكليولاي واضحه، هنا نقول لهم ان البروجنوز جاردد واحتمال يبقى وحش يعني، لكن مش سيء قوي، ميد واي. لكن لو كانت الخليه كبيره قوي وباتيوليتد نقول لهم ان هنا فيري باد بروجنوزز، بروجنوز زي الزفت. الحقيقه انا استفدت من الكلاسيفيكيشن ده ان هو ساعدك شويه في البروجنوزز، لكن ما عرفنيش الفرق ما بين الخلايا وما بين بعضها. المعرفه دي عرفناها بعد اكتشاف جهاز الفلو سيتومتري، او اللي هو بيعمل حاجه اسمها اميونو فينوتايبنج، تصنيف المناعي للخلايا. كلمه اميونو فينوتايبنج حتى بتتكتب في التذكره كده، تصنيف مناعي للخلايا، احنا بنكتبها كده كانفستيجيشن. هتصنف الخلايا دي اكوردنج للماركرز اللي موجوده على سطحها من بره واللي موجوده جواها، وتقسمها بقى للمجموعات اللي قدام حضرتك دي، الايرلي بريبي ودي الاحسن في البروجنوزس، ودي اللي بتبقى موجوده في الاطفال اللي سنهم صغير، يليها بعد كده البي والتي والبريبي، البريبي والبي والتي لينفو بلاستيك لوكيميا، والخلايا دي والامراض الثانيه دي او المالجنس الثاني ده غالبا بيجي في الاطفال اللي هم التينيجرز، في الاطفال اللي سنهم كبير. يبقى احسن مالجنا، احسن نوع من انواع اللوكيميا يا جماعه هو اللي هيجي منين؟ من الايرلي بريبي، وده غالبا بيبقى موجود في السن الصغير. الكلينيكال بيكتشر مفيش حاجه اللوكيميا ما بتعملهاش كده من الاخر. بتبدا القصه يا جماعه بفرن شغال، خلايا ان كنترولد بروفيشن شغاله جوه البوم بيطلع ديجراديشن برودكتس، وبيطلع بروتينز كتيره، وبيطلع ويست برودكتس كتيره. الطفل يبقى عنده هايبر كاتابوليك ستيت، الهايبر كاتابوليك ستيت دي والمانيفست از انوركسيا ويت لوس، عنده حاجه شغاله مش في مصلحته غالبا، شغاله في مصلحه مالجنسي، رافض الاكل، اي مالجنسي بقى معاه انوركسيا. بعد شويه تبدا الولد يدخل في برولونجد فيفر او فيفر وزود لوكاليزنج فوكس، فيفر وما انتش عارف هي جايه منين، زوره كويس، يورينري تراكت كويسه، تقعد تعمل له تحاليل وفحوصات. ومعظم الاطفال اللي عندهم لوكيميا يا جماعه في الاول بيتشخصوا على انهم تايفوس فيفر او بروسيلا، وغالبا بيبقوا محجوزين في الحميات كتير جدا منهم بالوضع ده كده، وكتير جدا بيقعدوا يثيروا في انتي بايوتيك انتي بايوتيك وانتي بايوتيك، وفي الاخر نكتشف ان الولد كان لوكيميا. ممكن يبقى عنده جنرالايز بون بين او بون اكس، لكن الاشهر في مرحله الهايبر كاتابوليك ستيت دي هي الفيفر، فيفر وزود لوكاليزنج فوكس او برولونج فيفر. بعد شويه يبدا البون مارو بقى المالجنس يبدا يعبر عن نفسه، اول مكان يعمله انفلتريشن اكيد مش بره، هيبوظ البون مارو اللي جنبه. يبدا ينفيد الايرويد سيلز، ويبدا ينفيد الميجا كاريوسيتك سيلز. الولد يبقى عنده انيميا، ويبقى عنده بيربرا، والخلايا اللي طالعه اصلا من البون مارو خلايا ديس فانكشنال، وكمان ينفيد النورمال جرانيولوسايتس اللي جنبه اللي هي البوليمورف دي، فيقل انتاج البوليمورف نيوكليوسايتس، يبقى الطفل عنده بايركسيا نتيجه البرزيستنت او ريزيستنت فيفر الريزيستنت انفكشن. الحاجه الاولانيه الانيميا هتحصل نتيجه الاريثرويت سيل انفيجن، او نتيجه ان الطفل لما كان عنده بربره بدا ينزف بشكل ان كنترول يدخل في انيميا. ايفن يا جماعه ما بيبقاش فيه الخلايا بتاعت المايلويد سيلز دي بتستهلك البريكاسنز بتاعت الاريثرويت سيل، يعني لو الاريثرويت سيلز دي محتاجه مثلا طاقه، محتاجه شويه بروتين، محتاجه فوليك اسيد بي 12، المالجنت سيلز هتاخده منها، هيبقى في ان افكتيف اريثروبويزس. الخلايا اللي طالعه الاريثرويت سيلز اللي طالعه تبقى ان افكتيفلي، ممكن تلاقي محرومه من الايرن، محرومه من الفوليك اسيد، محرومه من البي 12، لان المالجنت سيلز خليتها منها. ده في الاخر هيؤدي الى انيميا، والكاردنال فيتشرز بتاعت الانيميا هتبقى الايه؟ الثرومبوسايتوبينيا، يبقى عنده بيربرا، ايكوموتيك باتشز، بليدنج تندنسي سواء كان اكسترنال او انترنال، اوريفيسيال بليدنج او كان انترنال هيموراج او بليدنج. جرانيولوسايتوبينيا اند جرانيولوسيتيك ديسفانكشن، الخلايا اللي طالعه الانتاج اللي طالع بعد كده طالع ديسفانكشنال مش شغال كويس، او عملت انفيجن للخلايا النورمال اللي جنبها يحصل له جرانيولوسايتوبينيا. جرانيولوسايتوبينيا خد بالك ده بعيد عن المالجننس خالص، ده الفرع الثاني. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بس حد يفكر ان الحاجات دي بتدي الحاجات دي جرانيولوسايتس، الليمفوسايتس مش جرانيولوسايتس يا جماعه، جرانيولوسايتس الناحيه الثانيه اهي،
ماشي، يحصل يؤدي الى immune deficiency, recurrent infections, resistant fever, viral, bacterial, protozoal infections, كل انواع الانفكشنز ممكن تحصل للطفل ده. بعد كده المالجنت سيلز بدات تخرج بره البومر وتنفيد الجسم. تنفيد تعمل جنرالايز لينفادينوباثي، تعمل هيباتوسبلينوميجاني. تروح تنفيد السايمس وبالذات التي ليمفوبلاستس، التي ليمفوبلاستس السكه مفتوحه ليها بتاعت السايمس. تنفيد السايمس تروح عامله ميدياستاينال ماس وميدياستاينال سندروم. يبقى الطفل عنده ميدياستاينال سندروم بعلاماته، هتاخدها ان شاء الله المره اللي جايه. ممكن تنفيد التستس تعمل تستيكولار ماس، تنفيد البون تعمل بون بين وممكن تعمل ارثرايتس، ايفنت انفيد السكن، ممكن تنفيد السي ان اس وتعمل فوكال ليجنز، تعمل باريسز، تعمل انكريز تراكيال تنشن بايه؟ بالهيديك والفوميتنج اب تو الكوما والسيزرز. من الاماكن يا جماعه اللي اوف كونسيرن في السايتس اوف انفلتريشن دول مكانين، التستس والبرين. ليه؟ التستس فيها حاجه اسمها تستيكولار بلاد بارير، والبرين في حاجه اسمها بلاد برين بارير. لو في مالجنس جوه السي ان اس او في مالجنس في التستس، غالبا لو اديت انت الادويه بتاعتك اورال وانترافينوس مش هتوصل بجود كونسنتريشن للاماكن دي. فلازم دايما لما يجي لك طفل عنده لوكيميا لازم دايما تستبعد ان السي ان اس انفولفد ولا لا، وتستبعد ان التستس انفولفد ولا لا، لان هتيجي تحطها في دماغك انك انت لازم تو انتنسيفاي تريتمنت على الحتت دي، لان الادويه اللي انت بتديها ما بتوصلهاش بسهوله. ليه يا جماعه؟ لو انت ما خدتش بالك من السي ان اس وما خدتش بالك من التستس وكان سوء انفلتريشن، ممكن بعد ما تخلص علاجك يحصل للطفل ريلابس من الاماكن دي، يحصل له انتكاسه نتيجه ان في ريزيدوال تيومرز في الحتت دي اللي انت فاهم كويس جدا ان ما بيوصلهاش الكيمو ثيرابي بكونسنتريشن كويس. هنشوف الكلام ده ايفن في البروجنوزس واثناء ما بنعالج الطفل ده. بالظبط، هيحصل ريلابس تاني، هتنطر تاني على الدم. خدوا بالكم يا جماعه، احنا بنتكلم على اللوكيميا وار نوت توكينج اباوت سوليد تيومر عشان السكندرز والميتاستس والكلام اللي انت بتقوليه، لكن احنا بنتكلم على هيماتولوجيك تيومر. الهيماتولوجيك تيومرز دي حاجه فارحه في الدم، مفيش حتى ما تقدرش تعمل ستيجنج للوكيميا، مش مرحله واحد مرحله اثنين مرحله ثلاثه ستيجنج زي السوليد تيومر ما بتعمله، لا ده اللوكيميا از ا ديسيمينيتد تيومر وانس دايجنوز. فاهميني ولا مش فاهميني؟ اللوكيميا والليمفوما، يعني بلاش الليمفوما، اللوكيميا بالذات كمالجنسي طالع من البون مارو از ا ديسيمينيتد مالجنسي، وانك انت شخصته مفيش منه ستيجنج. التشخيص في منتهى السهوله، وانس باس ان يور برين هتشخصه، هتعمل حاجتين، صوره دم وبون مارو. صوره الدم خدنا 10 دقايق، صوره دم وبون مارو. صوره الدم عندك ثلاث حاجات، وايت بلاد سيلز وار بي سيز وبليتلتس. خد الار بي سيز والبليتلتس هتلاقيهم قليلين، نورموسيتوك نورموكروميك انيميا وثرومبوسيتوبين. طب الار بي سيز الوايت بلاد سيلز عندك احتمالات، يا اما الكاونت كتير نتيجه المالجنت سيلز اللي طلعت يبقى في زياده في الكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز، او الكاونت قليل نتيجه الايه؟ ان الخلايا دي بدات ايه؟ المالجنت سيلز بدات تخترق الخلايا اللي جنبها فقللت الانتاج، يبقى ممكن تلاقي الكاونت قليل. او ممكن الكاونت يبقى نورمال لو كان المالجننس لسه الخلايا ما طلعتش لبره ولسه ما اثرتش على البون مارو سيلز اللي جنبها، فالكاونت ممكن يبقى نورمال. في البطن يسموا لك بقى شويه حاجات كده، قالوا كيميك لوكيميا وهايبو لوكيميك لوكيميا والكلام البايظ ده ما بنعتمدش احنا عليه. يعني اقصد اقول لحضرتك ان الكاونت ممكن يبقى عالي او واطي او نورمال، لكن اهم حاجه وانا بعمل صوره الدم ان انا ادور على المالجننس سيلز الليمفوبلاستس اللي بدات تسيب البون مارو وتطلع لبره. هتلاقي اكتر من 2% ليمفوبلاستس موجودين في البريفرال بلاد. ماشي، احنا متفقين ان ممنوع الليمفوبلاستس انها تطلع بره البون مارو خالص. بس في نقطه، لو ما لقيتش ليمفوبلاستس في البريفرال بلاد بلان في ان في لوكيميا، لان اللوكيميا هتتشخص مينلي عن طريق البون مارو اكزامينيشن مكان ما المالجنت سيلز عماله تشتغل في البون مارو. يبقى ايه؟ هاي لو المالجنت سيلز طلعت ما هتتعد، ما هتتعد كهوات بلاد سيلز معاك. البون مارو اكزامينشن هو الكاركترستيك، هو الباثوجنومونيك. في اللايت مايكروسكوبي هتلاقي فيه اكتر من 25% ليمفو بلاستس. يا دكتور ركز معايا، احنا كنا بنقول اقل من 5% ومفيش فيهم مالجنس، لا هنا هتلاقي اكتر من 25% ليمفو بلاستس، واخد بالك؟ وكلها فيها مالجنس فيتشرز. الان كنترولد بقى والديسبيزيا والاشكال الغريبه بتاعت الليمفو بلاستس كلها هتلاقيها في عينه البون مارو. لو انت وصلت للمرحله دي انت شخصت ان الولد ده عنده لوكيميا.
السؤال يفضل عند حضرتك، اللوكيميا دي ليمفو بلاستيك ولا مايلو بلاستيك؟ هنحتاج نعمل سايتوكيميكال اناليسيس عشان تفرق ما بين دي وما بين دي. قلت لك هنعمل تيستين بيريودك اسيد شيف و بيروكسيديز وسط الجرانيول، صح؟ ده يفرق ما بين الاثنين. هنلاقي ان الخلايا دي هتديك بيريودك اسيد شيف ان كلامبس وابسنت بيروكسيديز وسط الجرانيول انسايد سايتوبلازم. يبقى انا بتكلم على ليمفو بلاست وليست مايلو بلاست. طب لو هي ليمفو بلاست يا ترى هي انهي واحده من دول من الاربعه دول؟ هنحتاج نعمل حاجه اسمها اميونو فينو تايبنج، تصنيف المناعه للخلايا. طب بعد ما عملت التصنيف المناعه للخلايا خلاص نبدا علاج بقى ولا انت عايز تعمل حاجه ثانيه؟ يقول لك ما نعمل شويه سايتوجينيتكس كابلز. ليه؟ عشان اعرف البروجنوزس واعرف هتستجيب للعلاج ولا لا. سايتوجينيتكس ستادي له فايدتين، بيساعد في البروجنوزس وبيعرفك الاستجابه ريسبونس تو كيموثيرابي. كده ممكن تبدا العلاج بتاعك في حاله اللوكيميا. لكن يفضل انك انت مش بس يا جماعه مش بس نوع الخليه والسيتوجينيتك بتاع اللي هيحكمك في البروجنوز هو اللي هيحكم البروجنوز بس، ده كمان التيومر ده وصل لحد فين؟ هل وصل للبرين؟ ضرب الليفر؟ ضرب الكيدني؟ ما الحاجات دي الاورجنز دي لو باظت وحصل فيها فيلير هتاثر على الجسم ككل. اللي انا هدي فيه الكيموثيرابي لازم الجسم اللي قدامي يبقى جسم تمام وسليم، فيفضل انك انت تعمل انفستيجيشن فور الديستانت سبريد او ديستانت ميتاستاس او ديستانت انفولفمنت بقيه الانسجه الاخرى. ابدا من فوق لتحت، بنعمل سي تي وام ار اي على البرين، ولازم تعمل لامبر بانكشر وتعمل سي اس اف اناليسيس عشان تشوف في ليمفو بلاستس في السي اس اف ولا لا. انزل تحت شويه على الشيست، بنعمل الشيست اكس راي وسي تي، نستبعد ان في ميدياسباينال ماس في السبايمك. انزل على البطن، اعمل ابدومينال سونوجرافي، ليفر فانكشن، كيدني فانكشن، والكترولايت. خد بقى البون كله على بعضه واعمل له بون سري عن طريق انك انت تعمل هول بودي اكس راي لو انت شاكك ان البون ماي بي انفولفد بانفلتريشن او خلافه. الديفرنشال دايجنوزس طويل وعقيم الصراحه. انا هينيومريت بسرعه. في انفكشنز بتبقى مس دايجنوز على انها لوكيميا، او احيانا اللوكيميا بتبقى مس دايجنوز على انها انفكشن، بالذات التايفود والبروسيلا لانها بتعمل برولونجد فيفر. لكن التشخيص سهل، لو انت دورت على الانتي بودي تيتر وعملت بلاك كالتشر هتشخص البروسيلا وهتشخص التايفويد، بالاضافه للتشخيص الاساسي بتاع اللوكيميا اللي هو صوره الدم والبون مارو. صح ولا مش صح؟ يبقى دايما الحاله لو مش ستريت فورورد قدامك ثينك انها ممكن تكون لوكيميا، وبالذات ان اللوكيميا شهيره جدا في الاطفال جدا، لدرجه ان لو جالك طفل عنده ريزيستنت بالور بس او ريزيستنت بيربورا بس لازم تعمل لها بون مارو عشان تستبعد انها تكون لوكيميا. اللوكيميا دي يا جماعه حاجه ماشيه في الشارع كده. الاعداد بتاعتها في الاطفال اعداد خرافيه، اكتر بكتير جدا من اعداد الاطفال اللي عندهم تيفويد فيفر للاسف الشديد. انفكشن اسمه نيوكليوزز بيعمل فيفر، الحاجات دي كلها هنبقى ناخدها ان شاء الله في الانفكشن. فيفر مع اورجانو ميجالي تشخيصها برده سهل، لو عملت بلاد فيلم مش هتلاقي فيه بلاد فيلم، ولو عملت السبيسيفيك تيست بتاعت الابشتاين بار فيروس هتلاقيها بوزيتيف اللي هو المونو سبوت تيست او البول بانل تيست، والابشتاين بار فيروس اي جي ام انتي بودي سهل. البرتاسس بيعمل فيفر واحيانا يستيموليت البون مارو فيطلع كميه كبيره من الوايت بلاد سيلز تشبه اللوكيميا فيسموها لوكومويد رياكشن. وده على فكره عندكم برضه في البطن اسباب اللوكومويد رياكشن ده كتير منها البرتاسس. التشخيص سهل جدا عن طريق البلاد فيلم وعن طريق السي بي سي. الطفل ده ما بقاش فيه اورجانوميجالي، الار بي سيز اللي بتبقى الوايت بلاد سيلز اللي بتبقى موجوده بتبقى كلها ماتيور عشان ما تنزعجش من العدد الكبير اللي قدامك مع نورمال ار بي سيز، نورمال بليتليت، نورمال بون مارو اكزامينشن. الابلاستيك لوكيميا من اخطر الحاجات اللي تختلط مع اللوكيميا لسبب، لان هما الاثنين بيعملوا بون مارو فيلير، الاثنين بيعملوا الثلاثه دي البالور والبيربورا والبايركس. التشخيص سهل جدا عن طريق هتلاقي في بانسايتومينيا في البريفرال بلاد، ولو رحت للبون مارو هتلاقيه هايبو بلاستيك ابلاستيك، هتلاقي مفيش سيل هايبو سيلولر. خد البتاع بقى باب البيربورا زي الاي تي دي، الولد بيبقى هيلثي ونورمال، وزي ما قلت لك برضه السي بي سي والبون مارو بتبقى نورمال في حاله الايه؟ الاي تي بي. الروماتيك فيفر ممكن تعمل فيفر وارثرايتس. الروماتيك فيفر، الفيفر والارثرايتس ممكن تكون مانيفستيشن للوكيميا، بس طبعا الفروقات فظيعه جدا. اولا في الروماتيك فيفر مفيش اي هيماتولوجيك ديس اوردر. لكن في اللوكيميا هتلاقي الهيماتولوجيك ديس اوردرز كتير. الحاجه الثانيه الارثرايتس يا جماعه بتاعت الروماتيك فيفر بتاعت اللوكيميا تختلف عن الروماتيك فيفر في ثلاث حاجات مشهورين جدا. اولا فيري سيفير بين اللوكيميك ارثرايتس، البين فيها دي فيري سيفير نون مايجراتوري نو ريسبونس تو سلسلية. يمكن اللي عندكم بس مكتوب ان هو فيري سيفير يعني، لكن اكتب جنبها كمان ان هو نون مايجراتوري
ونون ريسبونسيف تو سيل فليت. الاكيوت مايلويد لوكيميا اللي هي ممكن تطلع من هنا من المايلوبلاستس دي، اكيوت مايلويد لوكيميا هتطلع من المايلوبلاست، التفرقه ما بينهم انا لسه هحطها لك حتى قدامك. هنا البيريودك اسيد شيف هيبقى بوزيتيف ديفيوز، هنا هيبقى انكلامبس، هنا في الجرانيولز اللي قدام حضرتك دي اللي هي البروكسيليز بوزيتيف جرانيولز بوزيتيف، هنا بتبقى الناحيه الثانيه بتبقى ايه؟ بتبقى نيجاتيف. بالاضافه الاميونوفينوتايبنج يقدر يفرق، لازم تفرق اللوكيميا من اي مالجنسي انفولفنج البون مارو. ديفرنشال دايجنوزس طويل، لكن لازم دايما في كل حاجه من الحاجات دي تبقى عارف ان اللي هيشخص لك صوره الدم والبون مارو اكزامينشن هي اللي هتفرق ما بينهم وبين بعض. احنا فاضل لنا فعلا بالظبط 5 دقايق. ايه؟ ما هو 10 10 10 حلو. انت اول ما بيجي لك طفل عنده لوكيميا وتشخصه لوكيميا، ده حدث بنسميه بريكنج نيوز، يعني حدث صعب جدا انك انت تبلغ الاهل انهم عندهم سرطان في الدم. تقعد معاهم، للاسف ابنكم عنده مرض مش سهل اسمه كذا 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 كذا، هيروحوا واخدين الشوك وعين من طولهم هما الاثنين. بعد كده يبداوا يفوقوا واحده بواحده، تبدا تفهمهم الموضوع. هنبدا تقتنع والاب يقتنع، تقول لك طب يا دكتور احتمال ان هو يعيش قد ايه؟ هنقول له بقى في حاجه اسمها بروجنوزس من الاول كده قبل ما نبدا علاج. في طفل عنده لوكيميا ونبقى احنا متوقعين ان هو الولد ده هيعدي بنسبه 75% مثلا، وفي طفل عنده لوكيميا وتوقع ان هو اقل من 1% هيعدي، ففي حاجه اسمها ريسك فاكتور او بروجنوزس لو موجوده تقدر تحدد القصه دي. الطفل اللي تلاقي سنه ما بين سنتين ل 10 ما بين سنتين ل 10 سنين ده كويس، اكتر من سنتين واقل من 10، ما بين سنتين و10 سنين كويس، اقل من سنتين واكتر من 10 استجابته للعلاج ومش هتبقى قد كده. ده السن. الميل والفيميل، الميل وحش في البروجنوزس، الفيميل احسن. البنات بيستحملوا الكيموثيرابي اكتر من الولاد، ومش معروف ليه. ريسبونس تو انيشال تريتمنت، هنقول لهم برضه ممكن نستنى مع بدايه العلاج، لما نيجي ندي علاج والطفل يستجيب بسرعه، غير ما تدي علاج وتلاقي الطفل ما بيستجيبش والمالجنت سيلز شغاله وهايصه، برضه ده هيفرق في البروجنوزس. في الاول لو في مالجنس موجود في السي ان اس او مالجنس موجود في التستس ده بور بروجنوزس، ولو ما كانش موجود سي ان اس انفولفمنت ولا تستيكولار انفولفمنت ده جود بروجنوزس. وقلت لك ليه؟ لان الاماكن دي هتبقى متداريه من الكيموثيرابي بتاعك، لان في باريرز موجوده. ده على مستوى الكلينيكال. على مستوى اللاب، لو لقينا الكاونت اقل من 10,000 ده حلو، لكن لو لقيت الكاونت اكتر من 50,000 ده وحش جدا. عارفين وحش جدا ليه العدد الكبير ده؟ مثل سخيف بحب اقول، ما بحبش اقوله الصراحه بس اقوله لكم. لو انت كنت سافرت مثلا دوله زي الكويت مثلا سنه، ورجعت لقيت في الشقه بتاعتك سايبها، دخلت الاوضه بتاعتك لقيت في صرصار واحد، هتروح جايب البيروسول رشه عليه، الصرصار مات، هتروح شايطه ومطلعه بره برجليك، مفيش مشكله. لكن لو انت مثلا سافرت لفتره طويله 10 سنين وبعدين رجعت دخلت اوضتك لقيت في 50,000 صرصار موجود في الاوضه، عدد يعني هو مثل بايخ بس مش هتفهمه غير كده. رحت ايه غميت عينيك ومناخيرك وكل حاجه وقعدت ترش 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 وقفلت الباب وخرجت، ورجعت بعد اسبوع لقيت كل الصراصير دي ميته ماتت، بس عندك مشكله في ايه؟ ها؟ الويست اللي قدامك ده هتعمل فيه ايه؟ نفس الكلام في اللوكيميا. لما يكون عندك مالجنانت سيل عددها اقل من 10,000 ودخلت لبيت عليهم كيموثيرابي وماتوا، ما هيطلعوا ويست برودكت من جواهم. الويست برودكت هو ايه؟ انا سمعت السؤال ده. الويست برودكت يا جماعه حاجات، ثلاث حاجات مشهورين، مش في نيوكلس هتتدمر هتطلع يوريك اسيد، والخلايا زي ما انتم عارفين ان جوه نسبه البوتاسيوم جوه عاليه هتطلع لك بوتاسيوم، والفوسفات جوه عالي هيطلع فوسفات، والفوسفات العالي ده ممكن ينزل الكالسيوم في الارض. الثلاث حاجات دول الاساسيين دول ما تكتبهمش لانهم للاسف مكتوبين، بس مكتوبين في الاخر الصفحه اللي بعد اللي جايه. القصه اللي انا بحكي عنها دي، لما يبقى عندي عدد كبير جدا من الخلايا ودخلت رميت عليك كيموثيرابي راح مطلع لك ويست برودكت كتير، ممكن يعمل حاجه اسمها تيومر لايسيس سندروم. تيومر لايسيس سندروم هيطلع لك بوتاسيوم كتير، يعمل هايبر كاليميا، يوريك اسيد يعمل هايبر يوريثيميا، وممكن يعمل كريستال في الكدني ويعمل نفروباثي. الكالسيوم والفوسفات لما التحموا مع بعض وراح عامل كريستالز في الكدني وكان كالسيفيكيشن في الكدني يعمل اكيوت رينال فيلير. القصه دي اسمها تيومر لايسيس سندروم. فطبعا لو كان الكاونت كبير البروجنوزس وحش. ليه يا دكتور؟ عشان في ريسك اوف تيومر لايسيس سندروم. ايه هو التيومر لايسيس سندروم؟ هتلاقيه مكتوب في اخر التكست بعد شويه. فهنا ليه الكاونت لو عالي؟
البليكلت كاونت لو اكتر من 100,000 ده كويس، الطفل هيستحمل الكيمو ثيرابي مش هينزف مني، لكن لو اقل من كده واضح انك انت هتبقى عندك المشكله دي. تيجي تعالج المالجنسي تلاقي البليكلت وقع على الارض دلوقتي بينزف، مات منك نتيجه انتراكينال هيموريج. يبقى مات من حاجه ثانيه بعيده عن المالجنسي خالص، فلازم البليكلت تبقى في السيف سايد. الفاب كلاسيفيكيشن قلنا ال1 احسن، ال2 و3 زي الزفت. الايمينو فينوتايبنج الايرلي بريبي هي الاحسن في البروجنوزس والباقيين كلهم زي الزفت، بالذات البي والتي وحشين جدا. ثم السيتوجينيتك كل ما كانت المالجنت سيلز فيها دي ان اي كتير كل ما كانت استجابتها للكيمو ثيرابي كويسه، وكل ما كانت الخليه فيها دي ان اي قليل لا استجابتها للكيمو ثيرابي بتبقى قليله، وبالتالي الهايبر بلويدي احسن والهايبو بلويدي اسوء، او البولي بلويدي والهايبو بلويدي اسوء. ماشي كفايه كده النهارده، بس ناخد بس نبذه عن التريتمنت قبل ما تمشي. انا خلصت كده نبذه بسيطه بس عن التريتمنت قبل ما تمشي كده احنا خلصنا. لو عايز تقفل الكتاب بس انا اقول بس النقطه عن التريتمنت وكل واحد في ميعاده عادي، يعني الاثنين كل واحد في ميعاده. الام انهارت يا جماعه من حضرتك والاب انهار، معلش اقعد معاهم بقى سايكو سوشيال سبورت، معلش وربنا كبير وفي اطفال كتير بتتحسن ومش عارف ايه سايكو سوشيال بقى. طب انتوا مشاكلكم الماديه ايه؟ طب لو عايزين اي دواء احنا هنجيبه. الطفل ما بيتكلفش كتير يا جماعه، ده الطفل بيتكلف رينج من 750,000 لمليون مليون ونص، يعني القصه كلها سهله ما تقلقوش خالص، وكله اندر كنترول والتبرعات شغاله والدنيا شغاله زي الفل. نيوتريشنال سبورت ان هو بقى انوركسيتد، وبالذات لما يكون طفل كبير عنده 12 سنه وعرف ان عنده مرض كذا انسى بقى، انوركسيا رهيبه بتحصل للاطفال دول. مالجنت كاشيكسيا وقصه كده، فلازم تعمل لهم سبورت ولازم اعمل نيوتريشنال سبورت. ليه؟ لان انا هديله حته دواء جاي بعد شويه، الطبيعي اللي ياخد منه دوز واحده تنيمه في الارض اسبوع، كيمو ثيرابي مش انتي بايوتيك بقى، ده انتي سيلز، انتي يعني بيدمر الخلايا الطبيعيه. ظبط الحال اللي عندك، ظبط الملعب بقى اللي عندك، اي انفكشن موجود عالجه، انتي بايوتيك اكورد تو كلتشر اند سنسيتيفيتي بارنترال انتي بايوتكس. الجرانيولوسايت دي قلت اديله جرانيولوسايت كولو ستيميوليتنج فاكتور او جرانيولوسايت مونوسايت كولو ستيميوليتنج فاكتور عشان ما يحصلوش انفكشنز اثناء ما انت بتعالج. البليتلت وقعت اديله بليتلت، الار بي سيز وقعت اديله ار بي سيز، ظبطه. طب الكاونت كان كتير بتاع المالجنت سيلز، قبل ما نبدا كيمو ثيرابي لازم تتوقع ان هيحصل له تيومر لايسز سندروم. اسوء حاجه في التيومر لايسز سندروم اليوريك اسيد اوفر لوب والكريستالز اللي هتتكون في الكتل. نتفاداها ازاي؟ ندي الوبيول عشان نقلل انتاج اليوريك اسيد، ندي صوديوم بايكربونات عشان نزود السولوبيليتي بتاعت اليوريك اسيد، نعمل سوبر هيدريشن نديله فلويد كتيره عشان اي يوريك اسيد اتجمع ينزل على طول في البول من غير ما يعمل كريستال. حلو الكلام كده ولا مش حلو؟ بعد كده خط نقطه ومن اول السطر كيموثيرابي. كيموثيرابي اللي قدامك ده في منتهى البشاعه. اول حاجه انا بمثلها زي ما قلت لزمايلكم قبل كده، اول حاجه عندك تيومر، كل دورك انك انت ايه تجيب ايديك الاثنين وتروح دايس على التيومر كده، تتنيك دايس عليه، ده اسمها اندكشن اوف ريميشن، هتدوس عليه بايديك. ماشي انا بفهمها كده، هدوس عليه بايديا لمده قد ايه؟ اربع اسابيع. ايه الادويه اللي انا هديها؟ فينكريستين 1.5 مللي جرام بير سكوير متر سيرفس اريا. على فكره الغلطه في دوز من الكيمو ثيرابي دي فيتال، يعني لو ما انتش عايز تقول دوز ما تقولش، لكن انك انت تغلط وتحط دوز غلط لو حد لقطها في الامتحان هيدمرك. ده كيمو ثيرابي مش لعب عيال. 1.5 مللي جرام بير سكوير متر سيرفس اريا ويكلي اي في. بريدنيزون او الكورتيكوسترويد ده بيستخدم 60 مللي جرام بير سكوير متر سيرفس اريا لمده اربع اسابيع. الا اسبارجينيز، كل ده ما حدش يسالني ده بيعمل ايه، ده كيمو ثيرابي يا باشا، ادويه كده مالكش دعوه بتموت المالجنت سيلز. الا اسبارجينيز تسع جرعات بيتاخد انترا ماسكولار. انترا ثيكل ده جوه السي اس عند السي اس اف كده، ميسوتريكسيت واراسي. ايه الحاجات دي؟ كيمو ثيرابي. ادريامايسين للاطفال اللي هم هاي ريسك، لان ادريامايسين ده يعني بيضاف الى الاطفال اللي عندهم هاي ريسك، مش هتلاقيه موجود عندك. دي حاجه من الحاجات الجديده الادريامايسين. طب انا وانا دايس بايديا كده اعرف ازاي ان الولد ده دخل في تحسن اسمه تحسن مبدئي؟ اعرف ازاي؟ كلينيكالي مفيش اي حاجه اتريبيوتها بالتلوكيميا، الاورجانوميا اختفى، الليمفا دينوبس اختفى، الدنيا اتحسنت عند الولد كلينيكالي. طب لابوراتوري صوره الدم نير نورمال بارامترز، الار بي سيز بدات تبقى قريبه من الطبيعي والبليتلت ومفيش بلاست سيلز خالص.
موجوده في البيرفال بلاد. طب في البون مارو هتلاقي البون مارو بيحتوي على اقل من 5% ليمفو بلاست نون هاف مالجنانت فيتشرز، اقل 5% ولا واحده فيهم فيها مالجنانت فيتشر. طب ينفع اشيل ايدي؟ ينفع بعد ما انت وصلت للمرحله دي بعد 4 سنين تشيل ايديك؟ لو شلت ايديك ايه اللي هيحصل؟ ريلابس على طول. طب ما ينفعش. طيب وانت حاطط ايديك الاثنين كده، معلش بس ايه، بص الناحيه الثانيه كده، الواد ده كان عنده حاجه في السي او في التستس مالجنانسي، بفرض ان كان عنده في السي ان اس بتاعه شويه ليمفو بلاست، يبقى لازم تعمل حاجه اسمها سي ان اس انتنسيفيكيشن او بروفلاكسز. يبقى انا وانا عامل ريميشن، هو ده ملوش علاقه بالريميشن، ده حاجه ثانيه سايد واي كده. اعمل ايه؟ ادي له علاج موجه للسي ان اس، انتراسيكال ثيرابي، ميثوتريكسيت، انتراسيكال ايه ثاني؟ طبعا ما بعالجش الحاجات دي اصلا، مش شغلتي. انتراسيكال ميثوتريكسيت وكرينو سباينال ايراديشن. خلاص انا دلوقتي بعمل ايه؟ ريميشن. وانت بتعمل ريميشن اعمل حاجه بقى اسمها ايه؟ انتنسيفيكيشن ثيرابي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ما ينفعش تدوس بايديك، شيل ايديك الاثنين ودوس برجليك. اكتبها كده عشان تحفظها. يبقى في الاول دايس بايديا، وبعدين ثاني حاجه بصيت على السي ان اس، بص على السي ان اس بعينيك، بعد كده شيل ايديك ودوس برجليك. دوست برجليك انتنسيفيكيشن ثيرابي. اقل بقى الريميشن، منتين الريميشن، لا مش منتين، انتنسيفاي الريميشن اللي انت وصلت له ده. عن طريق 6 ميركابتوبيورين وانترافينس ارسي واندوكسان. طبعا العلاج سهل خالص زي ما انتم شايفين، وادويه زي الفل ما شاء الله. بعد ما انت دوست برجليك، خلاص اهو ده انا دوست برجليا. بعد ما دوست برجليك منتين بقى اوف برجليك الاثنين عليه. اوعى حد يزحزحك، منتين الريميشن اللي انت وصلت له عن طريق كيمو ثيرابي بيتاخد 8 اسابيع، 6 ميركابتوبيورين وانترافينس ميثوتريكسيت. عملت القصه دي، عيد من تاني، دوس بايديك تاني، وبعدين دوس برجليك تاني، وبعدين مش عارف اعمل ايه من تاني، عيد الكره من تاني، وهكذا 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 لمده تصل الى المينيمم 2.5 سنين من العلاج المتواصل. دايما يا جماعه بنبدا العلاج في المستشفى وبنكمله في البيت. يعني الولد فقط مرحله الاندكشن هو اللي بياخدها في المستشفى لو ما كانش في مشاكل، بعد كده بيبدا ياخد الحاجات دي ايه؟ يتردد عليها كل شويه لحد 2.5 سنين 3 سنين 4 سنين هو وظروفه زي ما تفتح معانا. طبعا من الاختراعات الجديده دلوقتي هو البون مارو ترانسبلانتيشن، لكن نظرا لان الكيمو ثيرابي بيدي نتائج كويسه جدا في اللوكيميا، فبيخلوا الترانسبلانتيشن ده للاطفال اللي حصل لهم ايه؟ ريلابس. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله.